بكره هنزل لك الميت حته اللي بقالك شهر دايخ عليهم. ما انا طلبتهم منك اكتر من مره وكنت دايما بترفضي. ودلوقتي هنزلهم؟ وايه اللي غيرك مره واحده يا فاطمه وبقيتي راضيه عني كده؟ بص يا درويش، انا وانت رامينا عمرنا في الشغل وفي الاخر خيرنا مش لينا. بص على نفسك كده، ولا اتجوزت ولا خلفت، وموت نفسك في المحل الصغير اللي اخوك مديهولك، وصالح مبرطع في الشركه. ولو اني فكر فيها كده، لو شلنا صالح من الشغل مفيش حاجه هتتغير، لكن لو شلنا درويش الشركه دي مش هتقوم لها قومه. انت عاوزه ايه يا فاطمه بالظبط؟ من ايام ابويا الله يرحمه وانت واخوك بتحفوا عشان تترموا في حضن الاصلي. ما ياما مدينا ايدينا بالخير وانتوا اللي ردتوه. بس دلوقتي الوضع اتغير. يعني ايه بقى الوضع اتغير؟ يعني انا عارفه انك حاطط عينك على مكان اكبر من اللي انت فيه، وكان نفسك تبقى نمره واحد، بس ربنا ما وفقش، وانا عشان امد ايدي لازم امد ايدي للكبير. بس انا ولا كبير ولا نمره واحد يا فاطمه. هتبقى نمره واحد لما تسجن صالح القط. اتجننت يا فاطمه؟ انت عاوزة اسجن اخويا؟ جرى ايه يا درويش؟ هو انت فاكرني بنت امبارح؟ ده انا عارفه كل حاجه. انا لسه فاكره لما عرفت ان ابوك الله يرحمه ميزه في الورث، مسكته في بعض والتوفيقيه كلها اتفرجت عليكم. دي كانت ساعه شيطان يا فاطمه وخلاص وراحت لحالها. وبعدين انا دلوقتي راضي بحكم ابويا. يعني انت راضي تفضل ماسك الورشه الصغيره دي، واخوك يفضل مبرطع في الشركه الكبيره وفي كل حاجه تانيه؟ جرى يا فاطمه في ايه؟ هو انت بتقلبي في القديم ليه؟ لان القديم لو كان مات ما كانش زمانك قاعد دقيقه واحده قدامي بعد ما قلت لك تسجن اخوك. عندك حق يا فاطمه، انا ماشي. اقعد بس، اقعد، انا لسه ما خلصتش كلام. قال انا هبله ولا عبيطه عشان اعرض عليك عرض زي ده وانا عندي شك 1% انك هترفض. ليه؟ مخاوية ولا ايه؟ انا عارفة انك عندك تجارة من البطن، باترين الطاهر حلو، بس مش هينفع تفضل مستخبي وراها العمر كله. ده انت مش مخاوية بقى، انت بتتجسسي عليا. بتراقبيني يا فاطمة؟ انا ليا عيون في كل حتة في التوفيقية، بس ده مش موضوعنا دلوقتي. هديلك مهلة تفكر، بس قبل ما تاخد قرارك عايزك تروح لصالح وتقوله اللي نفسك فيه، واطلب منه انه يكبرك، وشوف اخوك اللي من لحمك ودمك هيعمل ايه. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.